اخواني شلونكم شلون صحتكم؟ اخواني جبت لكم لعبة عالم السفن الحربية، لعبة اسطورية خرافية بصراحة. هذا اللعب موجودة في منصة ستيم، يعني مجانا تقدر تحمل اللعب مجانا، وموجودة هم إذا تكتب War of Warship هم بها شركة ماله هم مجانا، هم مجانا، وأكو هم لعب دبابات هم مجانا، هم نفس الشركة، ولعب الطائرات الحربية هم نفس الشركة، وبها هم كم ألعاب كلهم مجاني. إذا أنت تريد تتحمل هذا اللعب من منصة ستيم بس تكتب War of Warship يطلع. ولعب تقريبا كله 60 جيجا بايت لو 50 جيجا بايت. ايه تقريبا اني نزلت كله تقريبا 7 ساعات نزلت يمي. هذا السفينة البريطانيون كلهم مال نار، هسه حطيت صواريخ مال حارق غارق، احرقهم حرق بابا على كيفك، اخاف هما يحرقني. هناك انت ابو توربيدات، هذا ابو توربيدات، الله ما احب هذا النوعية السفن ابد، سريع ويضرب توربيدات ويهرب. شوف التوربيدات شوفها واخبي نفسه ورا الشبح. البريتش شوف الزوم، ها داور هنا حرق. اي والله فاير انس اداود. لا لا الجماعة يجي والله ما اعرف هذا problem solved sir. enemy battleship detected. هذا واقف. حرقنا والله. يا باش شنو هذا؟ هذا الروسية طبعا اخواني، هذا السفينة الروسية، هذا صواريخه كلش قوي بس الهيكل ماله. والله اني راحت، باي باي اخواني مع السلامة، اشوفك باكر ان شاء الله في مع الله.